<applause> السلام عليكم <applause> ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائي طلبة الخامس الاعدادي في الوحدة الخامسة من الدرس الثاني من الحديث النبوي الشريف <الحلي> <الحلي> موضوع الحديث النبوي الشريف الذي تحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نزاهة الموظف قال رسول الله في هذا الحديث بيّن ماذا بين رسول الله نزاهة الموظف استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجل من الأزد يقال له ابن التيمين على صدقات من بني سليم، فلما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وحاسبه قال هذا الذي لكم وهذا اهدي الي، فقام الرسول صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله واثنى عليه، ثم قال: اما بعد فاني استعمل فاني استعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله. فيأتي فيقول هذا هدية اهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ والله لا لا يأخذ أحد أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة، فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعينا بعيرا له رغاء او بقره له لها خوار او شاة تعير ثم رفع يديه حتى رؤية بياض قبطيه فقال اللهم هل بلغت نعم يا رسول الله بلغت واديت الامانه ونصحت الامه حق النصيحه هذه الحديث النبوي الشريف ناتي الى بعض مفرداته لتعرف عليها استعمل اوكل اليه عمل وفي الحديث اوكل اليه اموال الزكاه. الرغاء هو صوت البعير، الخوار هو صوت البقره او الثوب تعير هو تصيح والعياره هي صوت الشات. آه ناتي الى الحديث النبوي الشريف، ما معناه؟ ما اهميته؟ ما الذي يرشدنا اليه هذا الحديث الكريم؟ اولا تبتلي الامم في أيام محنتها وضعف نفوس أبنائها بكثير من الأمراض الاجتماعية التي تضعف من شأنها وتقضي على نظامها وتقضع دعائم الأمن والطمئنينية فيها وإن شر ما تصاب به الأمم هو تفشي الرشوة فيها وامتداد يد الحكام إلى أن تتناول ما ليس من حقهم. فلا ترى صاحب حق ينال حقه الا اذا قدم هديه لمن عنده وسيله للحصول عليها. ولا ترى ذا مظلمه يطمع في رفع مظلمته حتى يقوم بارشاء او يقدم رشوه حتى يتمكن من رفعها. وفي هذا الحديث الشريف يضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثالا لمن تولى الحكم في محاسبة عمالهم ومرؤوسيهم على من ولاهم عليه فلا ينامون عنهم ولا يتركونهم يجمعون الثروات ويبتزون أموال الناس بكل أحوالهم ومستغلين مناصبهم التي ولاهم الله عليها ففي الحديث النبوي الشريف يبين لنا كيف للرئيس والمرؤوس حق المساءلة ومتابعة الأمر فيأخذون من أموال الناس مستغلين مناصبهم في الثراء غير المشروع ويسلطون أذنابهم وأتباعهم يظلمون الناس في جباية الأموال منهم بغير حق ويتخذون من هؤلاء الأتباع وسطاء لابتزاز الرشوة والأموال وترى الواحد منهم يتولى المسؤولية وهو فقير وما لبث إلا قليلا حتى أصبح ثريا من الأثرياء من مال كثير من ما يقدم له من الهدايا والرشوة التي يرتشي بها فيكون نتيجة هذا ماذا سيكون نتيجة هذا العمل انتشار الفساد في العمل الذي يتولاه وضياع حقوق الناس وسريان روح الفوضى والاضطراب في النفوس. فيبين لنا الحديث النبوي الشريف ان محاسبه الناس امر ضروري وعلى المرؤوسين والحكام ان يقوموا بهذا العمل. اذا ان محاسبه الحكام والرؤساء ومرؤوسيهم ومؤاخذتهم على ما يرتكبون من مخالفات تجعلهم حريصين على إقامة العدل. فالعدل هو أساس الملك. فلا بد من إقامة العدل. فلمن شاء أن يديم ملكه فليقم العدل بين عباد الله. هو إذا ما المطلوب من ديننا الحنيف هي إقامة العدل. فعلى المرؤوس والحاكم والرئيس أن يقيم العدل وذلك بمحاسبة ما تحت يديه وما تحت إمرته من جميع العاملين تحتهم والسهر على إقامة العدل بين الناس والسهر على راحتهم وقضاء مصالحهم فينصرف الناس إلى أعمالهم تسودهم الطمئنين ويعيشون في ظل الأمن والسكينة ولقد حذر رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم من ماذا حذر؟ من عاقبه ان ياخذ المرء مالا لا يحق له به له فيه حق، بل اكد انه سياتي يوم القيمة القيامه ماذا ستكون حاله؟ يحمل ما اخذه من الناس. اخذ شاة سيحملها. اخذ بعيرا سيحملها. اخذ اي شيء سيحملها بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث النبوي الشريف. ويفتضح امرك بين الخلائق جميعا. سيعرف من هذه الحاله انك من من الناس الذين ارتشوا. سياتي هذا الشخص المرتشي حاملا ما اخذ على كتفيه امام الناس اجمعين يوم القيامه. فيفتضح امره ويعرض عنه الخلائق ظلمه وجوره وهو تصوير لما يلاقيه هؤلاء من الفضيحة والعار في الدنيا والآخرة عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة لا يسود الطمئنينة الطمئنان والأمان في مجتمع لا, لا حق فيه ولا أستطيع أن أخذ حقي حتى أقوم بالرشوة هذا لا يجوز هذا لا يجوز لأن الله سبحانه وتعالى سيحاسب المرء على كل شيء على ماله الذي اكتسبه من أين اكتسبه وكيف نفقه سنحاسب حتى على أعمارنا كيف في فيما أفنيناها كذلك المال سنحاسب عليه كيف جمعناه وكيف أنفقناه وما هي صور التي وما هي عفوا السبل التي حصلنا بها على هذا المال؟ سنحاسب عليه، والله سبحانه وتعالى لا يرتضي الرشوه، ونهانا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم عن الرشوه. ناتي الى اهم ما يرشدنا اليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الامر. قلنا انه بين نزاهه الموظف، وقلنا انه بين ان الامر الذي ياتيك من الناس وانت في وظيفتك من جميع الاساليب، من جميع التسميات، هديه، مساعده، رشوه، كلها تنصب مهما اختلفت الالفاظ فهي تنصب في في سبيل واحد هو وفي صوره واحده هو الرشوه. اذا اهم ما يرشدنا اليه حديث نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم ما هو؟ يرشدنا اولا انه من واجبات الحكام والرؤساء أنهم يحاسبون أنفسهم وموظفيهم وعمالهم محاسبة دقيقة ولا سيما على المال الذي يزيد في ثروتهم مدة عملهم إذا لا بد للحاكم وللرئيس وللمسؤول أن يحاسب أولا نفسه ويحاسب موظفيه وعماله على المال الذي أصبح إلى لدى عماله فترة عملهم. من أين لك هذا؟ من من جا كيف جاء إليك هذا المال؟ وأنت كنت موظفا محدود الدخل، كيف زاد هذا الدخل بصورة بصورة عجيبة؟ إذا من حق الحكام والرؤساء ومسؤوليهم أن يحاسبوا من هم تحت تحت ايديهم من المسؤوليه التي تقع على عاتقهم في عمالهم وموظفيهم ثانيا يجب ان لا يقبل من يتولى عملا له بما علاقه بمصالح الناس شيئا من المال لا على سبيل الرشوه ولا على سبيل الهدية لكي يدر يدر عنه الشبهات وتظل نفسه في سكينه وامان من انه ينهج النهج الصحيح ويعمل بالعمل الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. الموظف خادم وامين على عمله ويجب ان يوقف جهده على المصلحه العامه فان استغل منصبه، فان استغل منصبه ونفوذه لتحقيق منفعه شخصيه فقد قصر في مسؤوليته وخان الامانه واضر بمصالح الناس. رابعا من المفيد ان نذكر هنا ان سوء عاقبه اخذ الهديه او الرشوه المحرمه لا يصيب فقط من يقبلها وانما يصيب من يعطيها ومن يكون واسطه بين الاثنين كذلك ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي والرائش والرائش هو الوسيط بين الراشي والمرتشي ينهانا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم حتى ان نكون وسطاء بين الراشي والمرتشي ذلك ليقطع سبل والطرق المؤديه الى هذه الاعمال المحرمه فقد جعل الله سبحانه وتعالى في بعض من احكامه الاحكام المكروهه حتى يقطع علينا السبيل الى الطريق الى طريق الحرام ولا يؤدي بنا هذا العمل الى الحرام فلا يجوز لك ان تتوسط او ان تكون وسيله باي شكل من الاشكال فهنا في هذا الحديث النبوي الشريف يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزاهه المؤمن الموظف المؤمن وما عليه من امانه وما تقع عليه من مسؤوليه الى هنا انتهى درسنا لهذا اليوم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.